قديس أوفانا كان بيجاهد بقول باتضاع وبحكمة وبإفراز من ضمن الأقوال الجميلة بتاعته. يقول الصلاة اللي طالعة من العقل بس، الصلاة الخارجة من العقل فقط تولد الكبرياء. يعني لو واحد بيصلي من عقله بس، مش بيصلي من قلبه، ويبقى مبسوط انه بيطلع كلمات منمقة وحلوة وكده، ممكن تولد كبرياء في نفس الوقت، حاسس نفسه انه هو بيصلي بقى ومحدش زيه، فممكن تولد كبرياء. لكن هو عشان كده كان بينصح اولاده ان هم يصلوا من قلبهم بعمق القلب. هو ما كانش واخد درجة كهنوتية، لكن أصبح أب لبطاركة. يعني خرج الدير، خرج 2 من الآباء البطاركة، وكل ظهبان اللي بالألفات دي كانت بتحمل اسمه كلقب. الدير برضو يعني استمرت فيه الحياة الرهبانية زي ما قلنا لغاية القرن 17، ولكن كانت بعدد قليل جدا، لدرجة ان هما كانوا 2 أو 3 اللي بيسكنوا في الدير كانوا بيسكنوا جوه الكنيسة الأثرية اللي من القرن السادس، كانوا عاملين فيها قليتين فوق بعضيهم كده، وأماكن كانت جوه صحن الكنيسة، بس هم اختصروا صحن الكنيسة شوية وعملوا الأوض الخارجية اللي هي ممكن زي فرن قربان والأوضتين اللي جنبهم والبير بتاع المية، كان كل ده كان جوه صحن الكنيسة. قديس أبو فانا برضو كانت حياته عبارة عن كتلة من البركة. يعني لما دخل في الوحدة ما كانش بينزل خالص، وفي مرة أهالي أسيوط كانت حصلت مجاعة في أسيوط، وبدوا يطلبوا يكلموا التلاميذ بتوعه يعني علشان يقولوا له انه ينزل. قالوا له احنا عندنا ايمان مجرد ان هو يخش بس مدينة اسيوط هتنقشع المجاعة. هو ما كانش بينزل بقى خلاص، دخل في الوحدة وال18 دي اللي بقى 18 سنة دي بقى ما بينزلش فيها خالص. فظهر له ملاك وقال له لا، بالترتيب من ربنا وسمح من ربنا انه ممكن ينزل اسيوط. فمجرد ما نزل ودخل مدينة اسيوط انقشعت المجاعة فعلا. فحياته كانت حياة بركة. برضو كان في مرة زار الدير عدد كبير من الناس، يعني رهبان او غير رهبان، هم كان عدد كبير وما كانش عندهم اكل يكفي الناس ديت. فجه قديس أبو فانا رشم بالصليب على الأكل وادوا كل الناس، فأكلوا وشبعوا وفاض من الحاجات القليلة زي معجزة إشباع الجموع بتاعت ربنا يسوع. ففعلا كانت حياته بركة، وربنا تمجد معاه بعمل معجزات كثيرة، مش بس شفاء المرضى ولكن حتى إقامة الموتى. يعني في معجزتين لإقامة الموتى مشهورين موجودين في السيرة الأثرية بتاعته. يعني ففي واحد كان راح يزور الدير ومعاه ابنه صغير، فالولد بيتنطط كده، طلع على صخرة ولا حاجة، نط من عليها مات. فخدوه ودوه للقديس أبو فانا، فصلى عليه والولد روح حي مع أبوه. يعني في معجزة تانية كان واحد تاجر كان جه ناحية قريب من الدير، يعني عند قصر قرية قصر هور، والدنيا ليلت عليه، فراح بيت عند واحد، وللأسف الشخص اللي هو بيت عنده ده قايم في نص الليل، عارف ان ده تاجر يعني، فطمع في الفلوس اللي معاه
فموته وأخذ الجثة بتاعته ورماها في الجبل في الديرة. فذهبان صحي الصبح في نص الليل يعني للتسبيحة، لقوا جثة واحد قتيل، فراحوا قالوا القديس أبو فانا. فجه صلى على الرجل الميت، قام وقال له احكي لنا حكايتك ايه، فحكى الحكاية بتاعته. بس بعد كده قديس أبو فانا قال له خلاص هي مشيئة ربنا انك انت ترتاح بقى، خلاص كفاية كده ويبقى في المجيء التاني بقى. لكن يعني صلى وقام وحكى الحكاية بتاعته، وبعد كده قال له ارقد بقى إلى مجيء المسيح.